تم اختيار طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعديه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري لتمثيل التحكيم السعودي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. استبعد مدرب الاتحاد بتركيا قائد الفريق محمد نور من القائمة المستدعاة للمعسكر استعدادا لمواجهة النصر يوم غد ضمن دور نصف نهائي كأس الملك، وذلك لعدم الجاهزية للقاء. استبعد مدرب النصر كاريدا ثنائي الفريق المحترف أدريان ومحمد السهلاوي من بعثة الفريق المغادرة إلى جدة لملاقاة الاتحاد غدا في نصف نهائي كأس الملك. غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي نادي الهلال $3,000 بسبب تأخر الفريق في النزول لأرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراته أمام الجزيرة الإماراتي، كما غرمت اللجنة فريق النصر $1,000 بسبب عدم مصافحة لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة أمام الإخوي القطري. يفتقد فريق التعاون لاعبه ربيع سفياني لمدة أسبوعين بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة. أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن تجديد عقد مدرب فريق الكرة التونسي جميل القاسم للموسم المقبل، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق للصعود لدوري جميل.